بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع في الوحدة الرابعة بعنوان ما أحلى الرجوع إليه. طبعا ده نص للشاعر الكبير المرحوم زهر قباني، شاعر سوري الكبير، واتولد سنة 23 وتوفي رحمة الله عليه سنة 98. النص بعنوان ما أحلى الرجوع إليه يقول: أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. أيظن أسلوب إنشائي، نوع استفهام، غرض النفي. أيظن أني لعبة بيديه، أسلوب مؤكد بإن. أني لعبة، تشبيه بليغ، شبهت نفسها باللعبة. وبرضو الشاعر هنا بيتكلم بلسان المرأة زي بالظبط مين؟ ثورة الشك. اليوم عاد، هي أصلها عاد اليوم، بس هو قدم الظرف عشان أهميته. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه، كناية. ليقول لي، تعليل لما قبلها، أني رفيقة دربه، أني أسلوب مؤكد بإنها، وبأنني الحب الوحيد لديه، أسلوب مؤكد بإنها برضه. ما عدت أذكر والحرائق في دمي، ما عدت أذكر، مش فاكرة أصلا أنا كنت زعلان منه ليه. ما عدت أذكر والحرائق في دمي. الحرائق مفردها حريقة، يقصد الشوق، استعارة تصريحية، شبهت الشوق بالحرائق. ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه. طبعا كيف التجأت أنا إلى زنديه، أسلوب إنشاء استفهام تعجب. كيف التجأت، إزاي أنا رحت له وصالحته. كيف التجأت أنا إلى زنديه، إلى كتفيه. خبأت رأسي عنده، خبيت راسي عنده، كناية، استعارة مكنية. وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه، تشبيه، بتشبه نفسها بالطفل اللي رجع لأبوه تاني. سامحته وسألت عن أخباره، وبكيت ساعات على كتفيه، ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال أني قد حقدت عليه. من اللي قال انا حقدت عليه وزعلت منه؟ كم قلت اني غير عائده له، اسلوب مؤكد خبري، كم الخبريه، كم قلت اني غير عائده له، ورجعت. ما احلى الرجوع اليه، طبعا ما احلى الرجوع اليه، اسلوب تعجب، يؤكد تعلق المحبوبه بمحبوبها. شرح الأبيات جميل قوي، بيقول لي: تتجلى براعة نزار حيث استطاع أن يدخل إلى أعماق المرأة فيصور مشاعرها وأحاسيسها بلغة تتسم بالرقة والعذوبة، وجعل المحبوبة هي اللي تحكي تجربتها بنفسها. فبداية القصيدة تنبئ عن قصة حب لها جذور تمتد إلى ما قبل القصيدة، حيث الاستفهام الذي يحمل معنى الرفض لإعادة العلاقة مع المحبوب، حتى التفكير في إعادة هذه العلاقة مرفوض، ولكنها لم تلبث أن ضعفت عندما عاد الحبيب بقلب مليء بالحب وبعينين تبدو فيهما براءة الأطفال. وتسرد المحبوبة الموقف الذي بكل تفاصيله، حيث يقول لها الحبيب إنها رفيقة الدرب، وأنه لا يحب سواها، ولم تستطع المحبوبة أن تكتم أشواقها بالرغم مما تحس من حرقة بسبب البعاد والهجر، فالتجأت إلى زنديه سعيدة فرحة بهذا اللقاء. كما يفرح الطفل عندما يلقى أبويه بعد طول غياب، وتهدأ الأشواق فتسأل عن أخباره وتحكي له ما عانته بسبب الفراق والهجر، وكأن البكاء وسيلتها كي تغسل أحزانها. وفي نهاية القصيدة تعلن المحبوبة أنها سعيدة بالرجوع إليه. طيب، سؤال: ما نوع الأسلوب الذي استخدمه الشاعر؟
اعتمد الشاعر على تنوع الأسلوب من الخبر والإنشائي. ليه؟ ليبرز عاطفة الشوق التي سيطرت على المحبوب. سؤال: علل مزج الشاعر بين الأسلوبين الإسلامي والإنشائي والخبر، السبب إيه؟ الإجابة أهي: ليبرز عاطفة الشوق التي سيطرت على المحبوبة وبراءة الأطفال التي بدت على المحبوب عند اللقاء. أيظن أني لعبة، أسلوب إنشاء استفهام للنفي يبرز رفض المحبوبة ما ظنه بها. ما عدت أذكر، نفي يظهر شدة الشوق المحبوبة حتى أنها نسيت كل آلامها وسارعت إلى أحضان المحبوب وكأنها طفل عاد إلى أبويه بعد التين، يعني بعد التوهان. ما أحلى الرجوع إليه، أسلوب تعجب يؤكد تعلق الشاعر بمحبوبته بمحبوبته. اليوم عاد، أسلوب خبر التقرير. التعبيرات جاءت، لغة الشاعر سهلة حسبة معبرة عن العاطفة المشحونة بالانفعال التي تدل على صدق معاناة المحبوبة وحرارة اللقاء، براءة الأطفال، الحب الوحيد، الحرائق في دمي، سامحته، بكيت، ما أحلى الرجوع إليه. كم هنا تفيد الكثرة، أما لا أفكر تفيد الاعتزاز بالنفس، ساعات يدل على طول المدة. بعض الصور الخيالية: براءة الأطفال قلنا كناية، الحرائق صريحة، كأنني طفل تشبيه، لا أفكر كناية، ليقول كناية، إنني الحب الوحيد كناية، خبأت رأسي عنده كناية. الأغنية البيانية: يديه وإليه تصريح يعطي جرسا موسيقيا يريح النفس ويطرب الأذن، وغير عائدة طباق بينهم، غير عائدة ورجعت. الدرس بتاعنا ليه أسئلة جميلة في صفحة 105 و106، وطبعا الأسئلة كلها سهلة. الأسئلة الجميلة دي بيقول لي مثلا: الغرض الشعري للنص أكيد هو الغزل. عند لقاء المحبوب مع محبوبته طبعا سارعت إليه، ولا رفضت، ولا لم تقاوم رغبتها في الرجوع إليه، ولا حقت، طبعا سارعت إليه. قائم ما هو نزار قباني يقول لي بعد كده السؤال الخامس: كلمة ضرب معناها إيه؟ معناها طريق، وكلمة رفيقة جمعها رفيقات، وكلمة الرجوع معناها الذهاب. من المتكلم في الأبيات المحبوبة؟ ما رأيك فيها؟ طبعا محبة وجميل وشعر جميل يدل على الحب الشديد. ده بالنسبة لبعض الأسئلة اللي موجودة عندنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لازم تكملوا الأسئلة كلها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.